مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية، نزلتنا تحديث جديد تطبيق سناب شات، التحديث برقم 12.08.032. قبل ما أبدي شرح الطريقة الصحيحة للتحديث، لا تنسون دعم قناة بلين بعيون عربية باشتراك ولايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. اللي جديد على قناتي اسمها بلين بعيون عربية، مختصة بالتطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول لهذه المشاكل. قبل ما أبدأ التحديث، كل واحد عنده حسابين على نفس الهاتف، الأفضل أنه يشتري هاتف جديد، لأنه تطبيق سناب خصوصا العراقيين والسعوديين راح يحذف لهم السناب وتروح البيانات مالتهم كلها. فرجاء رجاء اشتروا هاتف جديد، كل واحد يفتح حساب واحد على هاتف واحد، وخصوصا العراقيين والسعوديين. ونقطة ثانية أيضا حابب أقولها، إذا عندكم صور خاصة وكثير محتفظين بها، فرجاء حفظوها على الاستوديو، لأنه أيضا الصور دا تنحذف. دائما خلوا مساحة عندكم كبيرة، لأنه الصور كثير من الصور دا تنحذف وتروح. الآن راح أشرح لكم الطريقة الصحيحة للتحديث. بالبداية راح أدخل على الأبل ستور، أدخل هنا بالأعلى، أنزل الشاشة إلى الأسفل، راح يظهر عندي التحديثات النازلة، ونزل عندي الأبل ستور نفسه تحديث، ونزل عندي هنا السناب 12.08.032. ما كاتبين الميزات، فقط إصلاح الأخطاء، لكن نزلت هذه الميزة. هسه أشرح لكم عليها. قبل ما تحدث راح تروح على الإعدادات، تنزل على عام، تنزل على تحديث البرنامج، وتتأكد أنت عندك 16.1.1. بعدها راح تنزل على مساحة التخزين، راح تتأكد كم المساحة. شوفوا أقل شيء لازم يكون عندك هنا 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة، أنا عندي 60 جيجا تقريبا. بعدها راح ننزل على الأسفل نشوف كم مساحة عندنا السناب. فمثل ما تشاهدون ننزل للأسفل، السناب كل مساحة ما تتجاوز 300 ميجا، فلو كان 1 جيجا أحذف التطبيق ورجعة. مثل ما تشاهدون هذا التحديث 12.07. الآن راح نحدث إلى التحديث الجديد 12.08. نعمل التحديث، ما عندي أي مشكلة. أني لازم يكون عندكم 10 جيجا بايت مساحة غير مستخدمة. الآن كمل التحديث، راح أدخل عليه. بعد ما كمل التحديث دخلت على حسابي، راح تظهر عندي هذه الصفحة من تطبيق سناب، إنه أي مقطع يعجبك راح تعمل عليه لايك، راح ينضاف عندك على منصة الأضواء، وتقدر تستخدم الصوت اللي بيه. شلون راح نثبت هذا؟ راح ندخل هنا آخر مراحل الأصوات انخزن عندي بمنصة الأضواء. كيف راح أستخدمه؟ راح أدخل أعمل استخدام الصوت. رأسا راح أقدر أشغل نفس الصوت. الآن يعني لأنه حقوق الطبع ما يصير، لهذا ما استخدمت، تقدرون تستخدموها أنتم. بعدها راح أدخل على حسابي، مثل ما تشاهدون راح أنزل إلى الأسفل، ألقي خيار منصة الأضواء، المفضلات من منصة الأضواء، راح أدخل عليها. راح تشاهدون كل المقاطع اللي أني سجلتها راح أوظفتها للمفضلات، راح تظهر هنا وتدخل بالأسفل، راح تقدر تستعملها كصوت، تقدر تستخدمها، وحتى العدسات اللي موجودة لو كانت موجودة أيضا تقدر تستخدمها. هذا حبيت أشرح لكم إياه عن هذه الميزة. أتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا. لا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك وتفعلون زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار كتبوه بالرسائل، أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.